السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس باهر، مهندس مدني. الحمد لله، من حوالي ساعتين اجتزت امتحان البي ام بي. الحمد لله رب العالمين، أباف تارجت بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا طبعا. وثانيا مهندس إيهاب، صراحة يعني مش عارف أشكره إزاي على مجهوده معانا ومتابعته، يعني بصراحة يعني فعلا من أول يوم لغاية بعد الامتحان كمان الساعة 5 صباحا قلقان وعايز يطمن علينا. وبصراحة كتر ألف خيره، هو يعني إنسان ممتع جدا في شرحه، يحببك في المادة العلمية ويخليك حتى مش حريص بس إنك تنجح، لا حريص إنك تفهم أكتر ما تنجح. فألف ألف شكر باشمهندس إيهاب، وبالتوفيق يا رب للجميع ان شاء الله. كل الناس اللي معانا لسه في الجروب لسه ما نجحوش، وربنا يوفقكم ان شاء الله. وبس، السلام عليكم.